محمد، قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى أطراف مخيم جنين في هذه الأثناء. قوات الاحتلال نشرت القناصة على أسطح البنايات العالية المحيطة بمخيم جنين، والآن تقوم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الطرق في محيط المخيم، الطرق المدمرة أصلا خلال الاقتحامات السابقة لهذا المخيم. اشتباكات عنيفة متقطعة بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، وأيضا كان قبل قليل اشتباكات مسلحة داخل مدينة جنين قبل أن تصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أطراف المخيم. مقاتلون فلسطينيون استهدفوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق وابل كثيف من الرصاص من الأسلحة الرشاشة، وفجروا على الأقل 3 عبوات ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية قبل وصولها إلى أطراف مخيم جنين. قوات الاحتلال الآن تتمركز على أطراف مخيم جنين، وجرافات عسكرية إسرائيلية تقوم بتدمير البنية التحتية المحيطة في هذا المخيم. اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين داخل المخيم، ونشر عدد كبير من القناصة على كل أسطح البنايات العالية المحيطة بالمخيم من جهة مدينة جنين. قوات الاحتلال ألقت قنابل دخانية قبل قليل في هذه المنطقة لكي تحجب الرؤية عن الأماكن التي وضعت فيها القناصة، قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك تواجد كثيف أيضا لقوات الاحتلال على الشارع المؤدي إلى مستشفى جنين الحكومي، وهو المستشفى الملاصق لمخيم جنين. اقتحام بدأ للمدينة والمخيم من عدة محاور. من حاجز الجلمة شمال مدينة جنين خرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذا الحاجز، ومن معسكر دوتان غرب مدينة جنين أيضا قوات أخرى وصلت إلى المدينة، مع خروج المزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية وهي في طريقها إلى المدينة والمخيم في هذه الأثناء. محمد، خلال هذا اليوم كان هناك اقتحام أيضا لمخيم جنين في صباح هذا اليوم، تحديدا لحي الهدف على أطراف مخيم جنين. اكتشف مقاتلون فلسطينيون أمر قوة خاصة إسرائيلية كانت في حي الهدف، وبدأوا بالاشتباك معها صباح هذا اليوم، لتعود قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقتحم أطراف المخيم، وهي الآن في طريقها إلى داخل المخيم مع حلول المساء. إذن اشتباكات مسلحة واقتحام، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أطراف المخيم، نشر للقناصة على جميع أسطح المباني العالية من جهة مدينة جنين. نستمع لإطلاق نار الآن. وتشاهدون أعمدة الدخان المتصاعدة الآن من هذه المنطقة. هذا دخان، قنابل دخانية يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط البنايات التي سيستولي عليها ويحولها إلى ثكنات عسكرية، لينشر القناصة على أسطح هذه البنايات وداخل منازل المواطنين الفلسطينيين. ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد أنه يقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين في البنايات العالية المحيطة بمخيم جنين، ويحول هذه المنازل إلى ثكنات عسكرية، ينشر القناصة داخل هذه المنازل وعلى أسطح البنايات. هذا دخان القنابل الدخانية التي يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي لحجب الرؤية عن القناصة وأماكن نشرهم في محيط مخيم جنين. نشر عدد كبير من القناصة كما شهدنا من هذه المنطقة في أكثر من نقطة. قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربت قنابل دخانية، وهذا يعني أنها قامت بوضع قناصة في المناطق التي تضرب فيها قنابل دخانية لحجب الرؤية عن مقاتلين فلسطينيين، لعدم تمكينهم من تحديد أماكن أو النوافذ بالضبط التي يجلس عليها القناص الذين يستهدفون الشبان الفلسطينيين في هذه المنطقة. إذن كما نشاهد الآن، ألقى جيش الاحتلال المزيد من قنابل الدخان في هذه المنطقة. نشاهد الآن هنا المزيد من قنابل الدخان يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عند هذه البناية، وهذا يعني أن هذه البناية أيضا سيكون فيها عدد من قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هنا لا نشاهد آليات عسكرية إسرائيلية، هذه القنابل ألقاها جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقناصة لجيش الاحتلال، وضعهم جيش الاحتلال في هذه البناية العالية، وهم الآن يلقون قنابل دخانية لتسهيل حركتهم في هذه المنطقة وحجب الرؤية عن مقاتلين فلسطينيين. إذن نشر للقناصة في البنايات، جميع البنايات المحيطة بمخيم جنين من جهة المدينة مليئة بقناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي،
ويطلقون القنابل الدخانية لحجب الرؤية عن المقاتلين الفلسطينيين وعدم تمكينهم من تحديد أماكن نشر القناصة في هذه المنطقة. اقتحام تشارك فيه عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، وعلى الأقل 5 جرافات عسكرية إسرائيلية تشارك في هذا الاقتحام في هذه الأثناء، وهي جميعها توجهت إلى محيط مخيم جنين بعد أن دمرت الكثير من ممتلكات الفلسطينيين في مدينة جنين في طريقها إلى هذا المكان. نشاهد الآن أماكن في هذا المكان، يمكننا مشاهدة هذه البناية السكنية التي ينشر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي القناصة. يلقون الآن المزيد من القنابل في هذه المنطقة. إذن في هذه البناية ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قناصته، والمنطقة امتلأت بدخان، بالقنابل الدخانية التي تحجب الرؤية عن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتلت أسطح البنايات العالية في هذا المكان.